اليوم كتواجدوا كيفما شفتوا المهرجان ديال تاع الويكاند، المهرجان اللي جميل جدا، وحنا فرحانين يكون عندنا شي مهرجان بحال هذا في اكادير، وكيجمع بزاف ديال الثقافات، منها ثقافات الحلقه، منها بزاف ديال الناس، وكيبانوا لي المتنفس الوحيد في مدينه اكادير في هذا الويكاند هذا. وكنتمنى بالاستمراريه لهاد الناس هادو، وانهم راه كنقول لهم بادره ناجحه 100%. الدليل على ذلك الجمهور والكثافه ديال الناس اللي حاضرين. تقنا في مدينه اكادير، عجبني بزاف هاد السبيكتاكل اللي داز هاد اليامات، داز فيه هادشي ديال قناوه، هادشي ديال الدان، جو سوي تخي كونتونت حيت جيت، وبون كوراج ليهم كاملين. التظاهره اللي كنديروها في ساحة التام الحسن ابراهيم التامرين، معروفة بساحة سينما الصحراء اللي قرب لتواجدها بالقرب من سينما الصحراء. هذه الفكرة كانت قديمة عند الجمعويين في طلبرش وفي اكادير بصفة عامة، كان واحد الهاجس ديال كيفية اعادة احياء الذاكرة ديال المدينة، لأنه كاين بعض الأشياء اللي غادي نبداو نفتقدوها قريبا، بعض الناس بوحدهم اللي حاملينها. اليوم كنحاولوا بالدرجة الأولى إحياء الذاكرة وربط الماضي بالحاضر، خاصة وأنه قبل الزنزار كانت واحد الحي كيحمل نفس الاسم اللي عليه هذا الحي هذا، اللي هو حي طلبرش، كانت كيتواجد قبل الزنزار، وكانت فيه واحد الساحة تحمل نفس الاسم، وكانت فيها سينما كذلك اللي كتحمل نفس الاسم. اليوم نحن بصدد واحد التظاهرة جديدة اللي نقدروا نسميوها حلقة مي أميليور، يعني واحد المفهوم جديد ديال فرجة في الشارع اللي كيمزج ما بين ما هو ثقافي وما هو فرجوي وما هو فني. كما كتلاحظوا كاين واحد مجموعة الأروقة اللي فيها مثلا الكتبيين اللي كيقدموا واحد مجموعة الكتب مستعملة. الهدف هو تشجيع القراءة، وانه لما لا نطوروا هذا المفهوم ويكون في احدى شوارع المدينه، على غرار ما يقع في بعض المدن المغربيه كالدار البيضاء والرباط او كاع مدن اخرى في دول اخرى. هذا ما بين المسائل اللي حنا كنحاولوا اننا ندوزوا رساله انه لمحاربه بعض الظواهر الاجتماعيه، ما كاينش ما احسن من القراءه وتشجيع القراءه. اذا هذه فكره بسيطه ولكن الاهداف المراها كبار. كذلك هناك رواق للفن التشكيلي لعرض بعض اللوحات ديال الفنانين الشباب اللي مازال ما عرفهمش الناس، لاول مره غادي يخرجوا. الهدف منهم اللي خرجناهم للشارع انهم يزعموا ويناقشوا اللوحات ديالهم مع فنانين، مع المواطنين الى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبه للمعرض ديال الصور الفوتوغرافيه. نحضر اليوم هذه التظاهره الثقافيه والفنيه في ساحه طلبرش باكادير، وهي من تنظيم المجتمع المدني بمؤازرة وسند من المجلس الجماعي لمدينة أكادير، الذي ماثت يتبنى كل الأعمال الثقافية والفنية والاجتماعية التي في صالح الساكنة. نلاحظ أن ساكنة طلبرش اليوم قد استعادت تفاؤلها بهذا النشاط الذي لا شك أنه سيتكرر، ولا شك أنه يلبي تطلعات هذه الساكنة المتعطشة لأنشطة فنية وثقافية واجتماعية في هذه المدينة.